زيدون. هو يا بكار، عامل ايه في المدرسة؟ الحمد لله، ماني جاي لك عشان كده. والله يا بكار الحالة واقف خالص، والميكروباز الجديد اللي اشتريته علشان اشغله في السواحة عمال اصرف عليه دم قلبي، ومفيش دخل خالص، ومش هنقدر نديك يعني المصاريف والبوكيت موني والهجات دي. لا يا خالي، انا قصدي اقول اننا بنكتب موضوع عن تنشيط السياحة، وكنت عايز اعرف رأيك في الموضوع ده. أبا يا سلام، بس كده داني يا بكار أحسن واحد يقول رأيه في أي حاجة، وخصوصا المودودي. طب قل لنا بقى إزاي ننشط السياحة؟ تنشط السياحة بالألعاب النارية. أنا عايز كل الناس تصدق إنكم سياح فعلا. ها؟ عايزكم تتكلموا إنجليزي. أنا معرفش إلا ياباني. أنت هتهزر يا بني آدم أنت ولا إيه؟ يا باشا انجليزي ايه بس؟ ده احنا ما بنعرفش نقرا ونكتب. لو عايزين تقبضوا يبقى تتكلموا انجليزي. ماشي، هنطجن اي تطجين. You are I am 12 years old. Give me money. حلو قوي. الموضوع مش محتاج اكتر من صورة ليا معاكم انا والسيد رئيس الحي، وننزل الخبر في كل الجرايد تحت عنوان عودة السياحة. لكن اصحاب البازارات عارفيننا. ده احنا علينا ليهم فلوس. مش مشكلة، المهم بس انكم تبانوا في الصور سياح. ها، وخدوا كل واحد هيصرف له $5 في البازارات. يلا ان شاء الله ما حد حاوش. والفلوس دي يا باشا كده يعني هتروح عليكم؟ لا، احنا هنبقى نزود اي رسوم على اصحاب البازارات على اول الشهر، نلم بيها الفلوس اللي هندفعها لكم النهاردة وبزيادة كمان. مفهوم يا باشا. وبعد ما تخلصوا صحيح كل واحد هياخد له وجبة وعلبة عصير. رضا، هو حد لاقي؟ يا ويلكم بالسياح الأجانب. ايه ده؟ سياح مين يا عم انت؟ دول مصريين وعاملين ولا كلمة. دول سياح، ورئيس الحي بذل مجهود خرافي علشان يجيبهم على هنا، وهيشتروا منكم بضاعة وبالدولار. صوروني. ايوه، صور السائح ده وهو بيشتري بالدولار. صوروا. قول للسيد رئيس الحي يجي بقى علشان يتصور مع السياح بعد ما يخلصوا سيرة. ها؟ انجاز ده ولا مش انجاز؟ ها؟ انجاز ده ولا لا؟ طبعا، واي انجاز. What do you want to buy؟ الحمد لله. وشوف يا بكار، نعمل كمان عرض صوت وضوء، انا احسن واحد يسوت، ونعمل كمان رحلات في النيل وفنادق حلوه واكل وبوفيه مفتوح وسناك. ما احنا عملنا كل ده يا خالي ومش بيجوا برضو. ايه الحاجات اللي ناقصه؟ لا ما نعرفش يا بكار، انت يعني شايفني خبير سواح. مش انت اللي قلت انك احسن واحد تجاوب؟ يا اخي انا كنت نفعت نفسي الاول. يلا بقى سيبوني انام شويه قبل ما العصر يدن. ايه اللي ناقص يا همام؟ وايه الحاجه اللي لو قدرنا نستغلها هنرجع السياحه تاني؟ ايه اهم حاجه عندنا؟ الاثار. مش كفايه، واضح ان حسونه وفارس معاهم حاج. احنا مش عارفين ومش هنعرف، وطول ما احنا مش عارفين مش هنشوف سياح تاني خالص للابد. سياح يا ناس، والله